أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأولى فقرتنا الحوارية معاكم في هذا الصباح. مبادرة بينا مصر بكرة أحلى دي إحدى المبادرات لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن من أحد برامجها المستهدفة للأيتام، برنامج بينا ثقافة، وده بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة. وبرنامج بينا ثقافة يمكن ابتدت أولى فعالياته هذا الأسبوع في حديقة الطفل بالسيدة زينب، وده كان بمشاركة 100 ابن وابنة من دار الأيتام. بيستهدف طبعا البرنامج الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية والتوعوية لأبنائنا الأيتام، وتحسين المستوى الثقافي ومستوى التحفيز أنهم إزاي يحبوا مصر ويكون عندهم انتماء لوطنهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ كريم بلال أمين، مدير مبادرة بينا بوزارة التضامن. صباح الخير. صباح النور على حضرتك. أستاذ كريم، خلينا في البداية نتكلم عن مبادرة مصر بكرة أحلى بينا، وأحد هذه البرامج بينا ثقافة، والواضح أن في بينا تعليم، بينا صحة، فواضح أن يعني في برامج كتير. طيب، هي بينا مبادرة أطلقت في 2015، معالي وزيرة التضامن الاجتماعي هي اللي أطلقتها من خلال عدد من الشباب اللي كان عندهم فكرة إن هم عايزين يحسنوا مستوى الخدمة جوه دور الرعاية. ودور الرعاية هنا احنا بنقصد بيها ثلاث حاجات. بنقصد بيها الأيتام والمسنين ودور الدفاع الاجتماعي. طب هم بيعملوا ده ازاي؟ أو كان الهدف إن ده يحصل ازاي؟ يحصل من خلال إن احنا نشجع المواطنين كلهم، كل أعمارهم، إن هم يتطوعوا. فلما يتطوعوا يبقى عندنا مساءلة مجتمعية. فأنا دلوقتي بقيت أنا جنب بيتي دار. العدالة الاجتماعية كمان. جنب بيتي دار. فأنا هنزلها اشوف الولاد او اشوف المسنين او ابدا اديهم بعض المعلومات اللي انا هتعلمها من خلال بينا، وببدا بعد كده اتفرج هو الخدمه اللي بتتقدم دي افضل خدمه، طب ايه اللي ممكن يكون احسن، وبننسق مع بعض. ساعتها بيبقى في تدخلات، ساعتها احنا بنبدا نشوف المستوى الخدمه ده محتاج يتطور ازاي. وبناء على اللي احنا شفناه على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا بدانا نصيغ عدد من المحاور. المحاور دي هي اللي قادره على انها تغير وقادرة انها تخلي الولد يعيش جوه الدار بشكل انسب. فهنا نبص على محور الثقافة، هنا نبص على المحور النفسي، ونشوف ايه هي البرامج النفسية اللي هو محتاجها علشان يبدأ يكون طفل سوي، ايه البرامج اللي محتاجها عشان يتم دمجه مرة اخرى للمجتمع. ممكن احنا محتاجين نبص على ده بعدد من البرامج المختلفة، البرامج اللي محتاجها صحيا زي ما انت كنت بتقولي. لو جينا نبص على المحور الصحي فاحنا عملنا عدد من الشراكات علشان نكشف على الولاد، نبص على حالتهم الصحية، نعمل ملف صحي كامل، نبص على الولد من خلال عينيه، نبص على الولد من خلال ان احنا نعمل تحاليل طبية كاملة، وكلها تعاونات. ويمكن احنا الميزة عندنا ان احنا مشتغلش لوحدنا ابدا، يعني مفيش اي مشروع احنا بنبداه بينا لوحدها. بنبص مين في المجتمع هيقدر يساعدنا، نبدا نروح له نقول له يلا تعالى نشتغل مع بعض، نبقى بنوري للناس ده صورة. طبعا من خلال رقابه واشراف من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. لان احنا يعني في الاونه الاخيره بنسمع ان في عدم رقابه على بعض دور رعايه الايتام او المسنين كما حضرتك ذكرت في الاول، وبيبقى في يعني تخوف او عدم وعي بالنسبه للمجتمع ان هو يشارك او يندمج مع هذه الفئه. خلينا نتفق من النقطه دي ان دور الرعايه في مصر واخده صوره او متصدر صوره غلط عنها تماما. انزل شوف بنفسك، ما تسمعش. احنا بننزل والمتطوعين بتوعنا بكل اعمارهم بينزلوا، واي انتهاك من اي نوع بيحصل جوه الدار بيتم نقله. بمجرد ما يتم نقله بيتم صياغته. عندنا فريق اسمه فريق التدخل السريع داخل وزاره التضامن الاجتماعي. فريق ده يعني اسرع فريق للتدخل، بينزل يبص على الحاله، يتاكد منها، يتفرج على تدخل واضح. وعدد من التدخلات لفت نظر بيوصل احيانا لايقاف الدار دي عن الترخيص، كل حسب الايقاف او حسب المشكله اللي حاصله بتلاقي التدخل بيحصل. فعشان كده احنا بنشتغل في منظومه كامله، المنظومه دي الهدف بتاعها ان يكون شريك اساسي فيها هو المواطن، شريك اساسي فيها الشاب، شريك اساسي فيها الشخص اللي عنده عدد من الوقت قادر انه يتطوع بيه وحابب وعنده شغف انه يخدم. لان دول ابنائنا واخواتنا، ودول الجيل اللي هيبقى في يعني في المستقبل لازم ان احنا نهتم بيهم، وهم بيبقوا محتاجين كمان رعايه من المجتمع، محتاجين ام، محتاجين اب، محتاجين اخ اخت، محتاجين توجيه. ازاي ان احنا ممكن نوعي اكتر المجتمع ان هو يهتم بهذه الفئه والمتطوعين؟ هل بيتم تدريبهم
تدريبهم علشان يتعاملوا مع هؤلاء الأطفال أو هذه الفئة بطريقة معينة، إن كان كبير في السن أو كان صغير سن؟ تعالي ناخد من الكلام كده نقطتين عشان هم هي يعني هيكلمونا عن كل حاجة. النقطة الأولانية هو المجتمع، والمجتمع إزاي بيشوف الأمر، وإزاي المجتمع ده مطالب يشوف الأمر. يمكن إحنا بنشتغل على محاور كتير قوي مع الأبناء، بس النقطة الوحيدة اللي إحنا مش قادرين عليها زي ما بيقولوا كبيرة علينا شوية، عمالين بنحاول فيها كتير قوي، هي الدمج. هو ازاي المجتمع بيقبل الاولاد دي لما بيخرجوا، لما بيجي البيت عندك علشان يتجوز، لما بيروح شركه حضرتك عشان عايز يشتغل، لما بينزل المدرسه فانت تقعد جنبه بتقول له ايه؟ وبقول لاولادي وانا بعلمهم وبربيهم بالظبط. هي نظره كلنا بنبنى يعني بتتبني عندنا من التعليم اللي احنا بنتعلمها في بيتنا. فلازم كلنا نركز كويس قوي ان كلنا لينا ظروفنا عشناها وملوش ذنب بالظبط. لا ده بالعكس، ده بطل، ده بطل، ده بطل ان احنا لما بنيجي نعمل احتفاليه تكريم متفوقين فلاقي عندي 400 او 500 ابن وابنه طالعين جايبين فوق ال 85%. ما شاء الله عليهم. صيدله، طب، حقوق، اداب، وقادر يعيش. هو محتاجنا بقى، محتاجنا ان احنا نبقى بناخده معانا، محتاجنا ان احنا ندمجه في كل حاجه. عشان كده برامج الدمج عندنا متنوعه. برامج الدمج عندنا ليه علاقه بان احنا بنعمل فريق مسرح، فريق مسرح ده موجود دلوقتي بيبدا يشارك في كل انشطه وزاره الثقافه، فريق كوره، فريق كوره اسمه بينا وكلهم باسماء بينا، علشان برضو المسميات بتفرق مع الولاد. نعم. والجزء اللي احنا بنتكلم عليه النهارده بينا ثقافه. بينا ثقافه. بينا ثقافه كانت فكرته ببساطه جدا هو استثمار للموارد اللي موجوده في حياتنا. واكتشاف مواهبهم كمان. بالظبط، بس احنا استثمرنا الاول في المكان، في البيئه، ثم في الابناء. حديقه الطفل هي من افضل الاماكن اللي ممكن تزورها في اطار وسط البلد. احنا بنتكلم في السيده زينب وفيها امكانيات كتير جدا جدا، طب ليه ما نستثمرهاش؟ كانت دي فكرتنا. بينا قررت انها تتعاون مع المركز القومي لثقافه الطفل. يعني جه اختياركم لحديقه الطفل لهذا السبب؟ ده حقيقه ان المكان جيد جدا جدا جدا، والاقبال عليه من الجماهير يعني بيتفاوت بين انه بيزيد وبيقل. حبينا ان احنا نعيد استثمار هذا المكان، ومكان يعني الناس تحب تبقى بتتواجد فيه، مجانا، كل الانشطه بتاعته مجانا، ليه ما تجيش الاسره وما يجيش الابن ويجي كل الناس؟ فعندهم ايام اساسيه بيحصل فيها فقرات. طب نتكلم بقى على الفقرات والانشطه والورش. طيب الفقرات اللي بتتم في اليوم دوت من خلال وزاره الثقافه، احنا هنعمل انشطه خاصه بينا وهقول لك اللي احنا دخلنا بيه كابينه، ولكن وزاره الثقافه بتقدم ايه؟ بتقدم عدد من الورش الجيده جدا، بنتكلم في ورش نحت، فنون تشكيليه، بنتكلم في ورش رسم، بنتكلم في ورش تمثيل، ورشه سينما، تخش تحضر سينما وتتفرج على فيلم وتتعلم منه حاجه ونبدا نتناقش فيه. كل ده بالمجان. كل ده مجانا. وبعدين بيبقى عندنا عدد من العروض، العروض الفنيه، العروض الفنيه دي من اصحاب الهمم. فانت بتتكلم بقى على مسج ثانيه، بتتكلم ان كل الناس قادره انها تقدم شيء، اصحاب الهمم جايين يقدموا عرض، وعرض حلو جدا جدا جدا. فاحنا نقلنا كل ده وحطينا معاه رساله ثانيه من عدد من المتطوعين الخاصين بمبادره بينا. ودعينا الناس على البيج بتاعتنا على الفيسبوك اسمها مبادره بينا، عشان اللي عايز يدور علينا عشان اللي عايز يبقى معانا. مبادره بينا دعينا الناس انها تكون موجوده. فجي عدد من الناس وجي عدد من المتطوعين وتم تدريبهم. تم تدريبهم على ايه بقى؟ تم تدريبهم على التعامل مع الاطفال من دور الرعايه، وازاي ان هم ينقلوا لهم عدد من المهارات من خلال عدد من الالعاب. فانا جاي العبك لعبه هنلعب مع بعض، من خلالها هنعرف ازاي نشتغل في مجموعه، هنعرف ازاي نقبل بعض، هنعرف ازاي نشوف الشخص ده بيفكر في ايه. هنلعب لعبه تانية نعرف يعني ايه اهميه القائد، نعرف ازاي نتواصل، نعرف اهميه ان انا لو في مشكله احلها ازاي، ايه الترتيب العلمي ان انا احل المشكله. فعدد من الالعاب دي اللي كانت بتحصل من خلال المتطوعين مع الانشطه، مع ان احنا كنا بنحلل وبنقف مع كل ابن من الابناء اللي موجودين من المتطوعين يقولوا رساله. مش بيحصل اليوم كده، كان الفلو بتاع اليوم او التسلسل بتاع اليوم كان الابن يتعلم في كل لحظه حاجه، وفي اخر اليوم تعالى بقى شفت ايه النهارده؟ الفيدباك. بالظبط، الفيدباك، التغذيه الراجعه، انت اتعلمت ايه؟ نعم. هو ده بقى اللي كان فارق معانا جدا، وده اللي خلانا نكمل، وان احنا هنكمل مش بس كده. يعني احنا عملنا بينا ثقافه جواها في قوافل اسمها عيالنا. عيالنا دي بتتم من خلال مركز قومي لثقافه الطفل، نفس اللي بيتقدم جوه الحديقه بيطلع، هنروح بيه دور الدفاع عشان دور الدفاع مقفوله، فهنبدا نزول الابناء وهنعمل نفس الانشطه دي جوه دور الدفاع. المفروض انها ان شاء الله بدايه الاسبوع اللي جاي هنبدا نعمل اول قافله وننزل بيها الدور.
طب فعاليات بينا ثقافة دي ابتدت هذا الأسبوع، ابتدت سبت مستمر وهتكمل معانا كل سبت ان شاء الله لمدة 3 مدة شهور. قد إيه؟ 3 شهور تجريبيين بنتعلم فيهم، بنجرب، احنا بنشوف التجربة ازاي تبقى افضل، بنحاول نخلي معانا جمهور اكتر، لان فكرة التجربة هي الدمج. طب وفي فكرة لاستمرارية هذه التجربة انها تبقى طول السنة؟ طبعا هي بعد الثلاث شهور دول هيتم تقييم التجربة من خلالنا ومن خلال عدد من الخبراء، ونشوف ازاي ان احنا نقدر نقدم ايه اكتر بشكل افضل، ايه الانشطة اللي ممكن يتم تطويرها. الولد قبل التجربة دي كان ايه هي خبراته، وبعد التجربة استفاد ايه، طب انا محتاج ايه اكتر اشتغل عليه عشان الولد يتعلم من خلال التجربة دي اكتر، وبعد كده ان شاء الله يتم الاستمرارية بتاعتها. طب لو اتكلمنا عن تمويل هذه المبادرات وهذه البرامج بيجي منين؟ هو المبادرة بتاعتنا ممارة من البنك التجاري الدولي، والالطف بقى ان احنا مش بس البنك التجاري الدولي، يعني مدار السنة اللي فاتت احنا جالنا كم تمويل بيتم للانشطة الخاصة بينا، وان احنا دايما بنحاول ان نشوف الدور محتاجه ايه، لو احنا مش قادرين نوفره بنقدر نعمل عمليه اتصال بشكل مباشر مع كيانات شركاء، كيانات خارجيه، ونقول لهم يا جماعه في واحد اتنين تلاته احنا بنقدم كذا، فهم يبداوا يدعموا. احنا قادرين ان احنا نوفر دعم كمان علشان نحس ان النشاط بيوصل لعدد اكبر وعدد اكتر من الناس، فعندنا عدد من زي الداعمين. الشراكات وبروتوكولات التعاون في هذا البرنامج ان انتم متعاونين مع وزارة الثقافة بالظبط، احنا فبتقدموا استثمرنا ان خدمة احنا بقى احسن. عندنا مكان، يعني احنا بدل ما بنعمل الانشطه دي في كل دور لوحدها بقينا قادرين نعمل الانشطه دي مع عدد 10 دور في نفس الوقت في نفس المكان، في مكان مفتوح، في ان الولد بيخرج يشوف مكان اخر فيحس بجو افضل. طب في تعاون اكتر مع وزارة الثقافة مثلا من خلال برامج تانية مختلفة او وزارات تانية مختلفة زي ما حضرتك في اول الحديث قلت مثلا في بينا صحة؟ احنا عندنا الاول وزارة الشباب والرياضة، احنا بدأنا معاهم تعاون على ان احنا خلال الصيف من بداية من الشتاء للصيف اللي جاي احنا بنشارك في معسكرات وزارة الشباب، ودمج الابناء داخل معسكرات وزارة الشباب اللي بتتم جوه محافظات عديدة، لان كمان بيحصل فيها عدد من برامج التنموية الجيدة جدا جدا اللي احنا حابين الابناء يبقوا حاضرينها وجزء منها. بنتكلم ان احنا برضو في نفس الفكرة بتاعت الدمج دي حابين ان الاولاد يكونوا جوه مراكز الشباب بيشاركوا وبيبقوا موجودين في الانشطه بتاعه مراكز الشباب من خلال وزاره الشباب. دايما بنبص على الانشطه اللي بتحصل مع وزاره التعليم العالي ان احنا بقى كابينه ننزل الجامعات، وده حصل فعلا من خلال مبادره اسمها كن متطوعا، نزلنا جامعه عين شمس، جامعه القاهره، والسنه دي ان شاء الله مع بدايه الدراسه هننزل اسكندريه ونعيد تاني بقيه الجامعات. الهدف من الكامبينز دي بنتكلم مع الشباب جوه الجامعه عن يعني ايه تطوع؟ طب انا ليه بتطوع؟ طب هو ايه اللي بيعود عليا لما بتطوع؟ طب انت اتطوعت قبل كده؟ طب انت عارف انت ممكن تبني شخصيتك ازاي من خلال التطوع؟ وبحمس الشباب للتطوع ثم بيكونوا جزء من اجزاء مبادره بينا، فيبداوا هم يعملوا الانشطه اللي احنا بنشتغل عليها. بالنسبه للصحه احنا عملنا عدد من التعاونات بشكل جيد جدا مع مستشفيات مختلفه زي المغربي، زي المختبر، كلهم كانوا بيقدموا خدمات للابناء، وبنتكلم في اعداد كبيره جدا من الابناء تم تقديم الخدمه الطبيه ليهم، قوافل طبيه مع جامعه عين شمس كليه الطب، فالابناء بيطلعوا يعملوا كشف طبي على المسنين جوه الدور. تم التعاون برضو على بقى شق اخر خالص، لو جينا للمسنين في برنامج رفيق المسن، وده برنامج مصاغ من وزاره التضامن الاجتماعي علشان تشجيع المهنه دي، وقد ايه المهنه دي هتفرق لما ترجع تاني وتكون بشكل واضح وبملامح واضحه موجوده في المجتمع، هتفيد قد ايه المسنين الموجودين في مصر. تعاوننا مع طب المسنين في جامعه عين شمس مع بني سويف عشان نخلق ثقافه ونخلق ثقافة برنامج خدمه مجتمع بالظبط، ونخلق يعني في برنامج. دول متقدمه كتيره جدا بدل ما تاخد غرامات مثلا زي غرامه مرور او غرامه للقضايا اللي هي الخفيفه بتعمل خدمه مجتمع بالنسبه للمتوجه ليهم مثلا تهم الاتهام او احنا والله نفسنا نروح للحته دي بجد. احنا شغالين دلوقتي على مشروع الشبكه المصريه للتطوع، هو لسه في بيتم يعني بيحصل فيه عدد من الاجراءات، عملنا دليل تدريبي للتطوع بيخلص خلاص وهيتم تدشينه ان شاء الله، عملنا موبايل ابلكيشن هيتم تدشينه خلال نتكلم في اطار الشهر القادم ان شاء الله، بيتكلم عن التطوع بس، فرص التطوع الموجوده.
لما اعتقد لما ده يطلق هيبقى من الخطوات بتاعته او الخطوات التاليه دي ان يكون في حاجه زي كده، لان هيبقى عندي تقنين للتطوع، فقادر بعد كده لما اقول يا جماعه ان في مشكله انا هنا، تعالى بدل ما انا هعلم الشخص ده ازاي، تعالى ادي عدد ساعات تطوع، لاني قادر احسبها، قادر يبقى عندي طريقه احصاء لكل ساعه التطوع اللي انت بتعملها من خلال منظومه، فده نعم. برضو ممكن يكون من الاجراءات اللي احنا بنشتغل عليها. طب ايه القيم اللي ممكن انتوا تركزوا عليها في الفترة الحالية لتعليم الأطفال ومحاولة دمجهم للمجتمع، وان احنا نمحي سويا اي آثار سلبية ممكن انها تحصل لهم؟ انا بشوف دايما ان اساس القيم اللي احنا بنشتغل عليها قيمه المسؤوليه، اني اخلق عند الابن قيمه مسؤوليه في ان هو انا قادر، انا مسؤول عن اللي انا بعمله، مسؤول ان انا اتعلم، مسؤول ان انا اكون موجود، مسؤول ان انا افرض نفسي على الساحه بامكانياتي وباللي انا ببنيه في شخصيتي. دي من اهم القيم اللي احنا بنشتغل عليه، ان كان مع المتطوع وان كان مع الابن جوه الدار، بحس انها من القيم الرئيسيه جدا جدا في شغلنا. نعم. طيب برضو رفع وتحسين الخدمة المقدمة بالنسبة لدور رعاية الأيتام، يمكن في خلال هذا البرنامج أنتم مستهدفين 50 دار، ده حقيقي. هل في الخطوة التالية في استهداف مثلا لأكبر عدد من الدور الرعاية على مستوى الجمهورية؟ الجمهورية فيها 468 دار، احنا الهدف من البرنامج ده ان في اول 3 شهور نستهدف 50 دار، المرحلة التانية على طول هيكون في 100 دار، بس زي ما قلت لك ان احنا نقيم ونشوف امكانياتنا ونشوف مين ممكن يبقى شركة اكتر معانا في المرحلة التانية عشان نقدر نوسع الانتشار بتاعنا، ممكن يبقى في مكان تاني بيستضيفنا مع حديقة الطفل، ممكن يبقى احنا قادرين ان احنا نبقى بنعمل دوت في عدد من الدور من خلال المتطوعين اللي بيشاركوا معانا. يعني مثال امبارح كان موجود شركة من الشركات اللي بتقدم خدمات المتعة زي ان هم يبنوا مكان كامل من الزحاليق والالعاب اللي ممكن الاولاد يلعبوها، هم لما شافوا الصور على الفيسبوك هم اللي قلنا، هم اللي قالوا لنا يا جماعه احنا بنقدم الخدمات دي من خلال ان احنا اي مكان واسع بنبدا نحط فيه المعدات بتاعتنا، فنقدر نبني يوم كامل من المتعه للابن وهو داخل بس عشان نرسم على وشه الضحك. فهو ده اللي بيبني المجتمع، لما بيشوفك قادر انك تقدم بتلاقي الناس جايه تقول لك احنا عايزين نساعد، فاحنا بنعرف الناس دلوقتي من خلال النهارده واحنا معاكي، خلال الفيسبوك، خلال ان احنا ننقل بكل طريقه قادرين عليها ان احنا شغالين. يعني حضرتك شايف نسبة المشاركة ونسبة المتطوعين كبيرة وفي ازدياد؟ هقول لك بشكل صريح، اي حق يعني علينا نتفق ان 80% في مصر هم عايزين يشتغلوا ويساعدوا، بس انت ازاي تعرف توصل لهم وازاي تعرف تلمسهم وتعرف تخليهم يثقوا فيك انك بتقدم حاجه. كنت بتكلميني من شويه على ان الناس بدات تفقد الثقه، كل ما الناس فقدت الثقه كل ما الناس رجعت لورا خطوه، كل ما الناس حست ان انت بتقدم خدمه بجد وقادر انك تغير ويكون في رقابه بجد، ده يعني حقيقي. اهم حاجه الرقابه وناس تقدر تعرف فعلا ان الفلوس دي راحه في الاماكن الصحيحه والاستخدام الامثل لتقديم الخدمات الصح لهؤلاء. بشوف جمله واحده في الموضوع ده بتحل الموضوع، الاستثمار ضد الاستغلال، هل انت بتستثمر في المتطوع ولا بتستغله؟ يعني انا بستثمر في المتطوع ان كان شاب بستثمر له وقته فبعلمه حاجه وبطور في شخصيته فهو بيجي عندي بيحس بقد ايه ان هو ليه دور، ولا بستغله علشان انا ما عنديش فريق عمل كامل فبقول له تعالى اشتغل معايا، بستغله علشان يبقى عندي عدد من المتطوعين بقول انا عندي وحده تطوع كبيره جدا جدا، ولا بستغله ليه؟ هكذا لو حد كبير في السن 30 40، هل انا بستثمر في ان وقته فاضي فبقول له تعالى فيد الناس، ولا بجيبه بس عشان اقول ان انا بجيب ناس معايا؟ نعم. هي دي الفكرة، استثمر في المتطوع هتلاقي معاك عدد متطوعين كتير، تلاقي عدد الناس بتثق فيك، تلاقي استمرارية للمتطوع، مش بيجي لك لمدة مرة أو اتنين ويمشي، لأنه حاسس إنه بيعمل حاجة، طول ما أنا مؤمن إن أنا بقدم شيء ممكن أفضل طول عمري أقدمه من غير ولا شيء. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في خلال هذه المبادرة، وبينا ثقافة واحنا معاكم ان شاء الله. احنا في النهاية بنشكر الاستاذ كريم بلال امين مدير مبادرة بينا بوزارة التضامن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل، اهم الاخبار الاقتصادية ومنى الشايب.